اهلا وسهلا بيكم. يلا انزلوا انزلوا. هاي 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 هاي. واخد انت الموزه وسايبني مع العواجيز. انبر انبر فوق امها. تعالي يا ام فخاد، انت تعالي جنب كده عشان هاتهم ورانا بقى. يلا. اللغه الهيروغليفيه هي لغه المصري القديم، ولحد دلوقتي المصريين بيستخدموا اللغه دي في حياتهم اليوميه. يعني مثلا كلمه تاتا، تاتا خط العتبه، تاتا يعني امشي. الفول المدمس، الفول المدمس اصلها الهيروغليفي المتمس. بصاره، بصاره اصلها بالهيروغليفي بصاروه. يا عم فول ايه وبصاره ايه؟ انت هتفضحنا في وسط الاجانب يا عم. فول المصري القديم والاراميت الاوائل كانوا بياكلوا الجمبري، الاكله الشعبيه بتاعتهم كانت الجمبري. اتفضلوا اوريكم جداريه الجمبري. الجمبريه يا قد كده. انت ايه اللي جاب امك معايا؟ مش اتفضلوا تعالى اتفضلوا. يلا يا ماو ركزوا معايا، ركز يا شيخ العرب. بصوا بقى، الهرم ده الهرم الوسطاني اللي هو هرم خفرع، وكان كله من فوقه لتحته مكسب الحجر. في الهرم مدرج ابو ست مصاطب قرموطي. غفر الله العظيم يا رب. وبعدين في القطعات اللي بتقطع يا عم، هرم ايه ابو ست مصاطب؟ ما كانوش ست مصاطب، هم كانوا 12 مصطبه. لا ست قرموطي. لا 12 مصطبه. وجدي القرموطي الاولاني اتخانق مع رئيس حي منفي اول، قام عامل له ازاله للست مصاطب اللي فوق، وفضلوا ست مصاطب. قرموطي ما تقعدش تشتغل. قرموطي هم ست مصاطب بس. قرموطي وبعدين بطل جهل بقى. قرموطي انا اعرف تاريخ فراعنه احسن منك. اسمه هرم زوسا وست مصاطب، وبناها الطبيب والمهندس المصري ام حطب. لا خلي ام حطب ينفعك، علشان انا قلت مليون مره انا مش فاهم ايه اللي جابك مع امك. اجيب امي يا ماو. تعالى يا قشقة. الارض اللي هناك ديت اللي كان جدي بيلعب فيها بينج بونج. بينج بونج؟ هو كان في كوره بينج بونج زمان؟ انا اتسالت اسئله لو في ثانويه عامه ما تسالهاش. انت متاكد انه ايطالي؟ اهدى عليا شويه يا عم. عايز دليل كرموتي. الكره اللي كان بيتلعب بيها البينج بونج معايا جايبها لك عشان عارف اسئله امك. سون لوفو يعني بالعربي بيضه. بيضه بقى. انا كان جدي بيلعب بالبيضه والحجر. عايز حاجه؟ انا مش فاهمك، انا مش فاهمك جايبه لي منين. يا ليله سوده. امال ايه عزوز دي؟ شطه الساحه جايه تجري علينا. القرموطي اهو. قرموطي لم منهم الفلوس على بال ما ارجع لك. خمسه كده وجاي. ها اوعى مش امك. اوعى ياخد بنتكم. معقول برضه يا باشا؟ هتصدق شويه عيال بيلعبوا على الفيسبوك ما وراهمش حاجه غير التشويه؟ ده بدل سعادتك ما تشكرني على الـ2000 حته اثار اللي أنا بجمعهم من متاحف العالم عشان أرجعهم لمصر. لا يا باشا، اطمن وثق فيا قوي يا باشا. ألف سلام. سلام. أنا فتحت لكم المقبرة زي ما طلبتوا مني، وعملت كل اللي أنتوا عايزينه. أظن أنا كده تمام. أنت هتتدفن هنا يا شكري. ليه؟ أنا نفذت كل اللي اتفقنا عليه. فتحت لكم المقبره عشان تحطوا الحاجه بتاعتكم فيه. بس الاتفاق بينا ان ده كان يفضل سر، وانت ما حافظتش على السر. انا ما قلتش لحد. امال كنت بتكلم مريم جمال ليه المعده بتاعت برنامج كشف المستور؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. صح. بأمارة ما قابلتها امبارح في كافيه في الشيخ زايد من الساعه 10 الصبح للساعه 12 الظهر. انت لو فكرت تخلص مني هتروح في 60 داهية، لاني هقول على كل حاجة. واحنا معقول برضو احنا نأذيك بنفسنا؟ احنا مش هنعمل حاجة. كل الحكاية ان انت اثناء تأدية وظيفتك وانت في مكان عملك وقعت عليك صخرة قصت عليك. الله يرحمه كان طيب. هاتولي بنت الكلب دي. وحد يشيل الأزهار دي يحطها في العربية. Thank you.
خامرة الدغدغة رومانسي ده قطته جامدة. دي زميلة هربانة ولا ايه؟ شرطة مرشدة سياحية وهربانة برضو من شرطة السياحة. معاه. اخر ثلاث مكالمات اتصل بيهم اتصل بمريم جمال. انا مش فاهم شرطه السياحه عايزه مننا ايه بالظبط والله. مبوظين علينا الدنيا كده ومقسمها علينا. والله في حاجه ولا ايه؟ اطلع على طول بعد اذنك. حاضر. انت رايحه فين بالظبط؟ اطلع على طول وهقول لك. اسكت شويه بس هنا على جنب. شكرا. اي خدمه بقى حضرتك عايزاها بس اتصلي بقرمط يعني كل حاجه. وده عايزه اديكي بقى حاجه بسيطه كده. دي هديه للقرموط الصغير من العصر الصغير. طيب شكرا. وديت هديه بقى من القرموط الكبير اللي هو في العصر الكبير. يعني ده العصر الكبير الاولاني وده العصر الصغير الاولاني. متشكره جدا. استني خدي بس. انت مستعجله على ايه؟ كارت بتاع القرموطي ده للارشاد السياحي. اي وفد سياحي معاكي كمرشده عايزه تجيبيله هنعمل معاهم اخر واجب. لا كارت واحد بس عشان الكارت ده برضه محتاجه. وهتلاقي النمره سهله جدا وفي اي وقت تتصلي بيا يا ست هاني. ممكن انزل بقى؟ اتفضلي يا ست هاني مع الف سلامه. اي وفد سياحي اي خلي بالك من التماثيل عشان دول ما بديهمش لاي حد. اتفضل. شكرا. ما بديهمش لاي حد. دول بديهم للناس المحترمه. فتخلي بالك منهم وتحطيهم في عينيكي عشان دول مش اي كلام. برضه تليفونه مقفول. سيبك بقى من التليفون وركزي معايا. شوفي انا كاتبه ايه لحلقه بكره. اسمعي. الحق اقول العبث اليوم هو المعقول. انها قمه العبث ان يكون رئيس جمعيه مكافحه سرقه الاثار هو نفسه من يتورط في جريمه دفن الاثار اليهوديه داخل مقابر عمال الاهرام ليثبتوا ان اليهود شاركوا في بنائها. ما نملكه من دلائل يجعل الأجهزة الأمنية تتحرك فورا للقبض على هذا المجرم. ايه؟ ما بتتحركيش ليه؟ مش عاجبك؟ يا ست أنا سامعة أصلا أنتِ بتقولي ايه؟ يا غدا افهمي، لا هيبقى في حلقة ولا هيبقى في برنامج لو ما لقيناش الكاميرا. يا بنتي ما تقلقيش، هيفتح تليفونه وهنلاقي الكاميرا. قولي لي بس أنتِ صورتيهم وهما بيحطوا الآثار اليهودية؟ صورته. وصورتهم وهما بيقتلوا شكري. يا نهار أسود. هما قتلوا شكري نصار موظف هيئة الآثار؟ هو ده اللي انا عايزه اقوله لك من الصبح وانت مش مركزه معايا. خلصوا منه لما عرفوا ان اتفق معايا. غادة انا خايفه قوي. ما تيجي نبلغ البوليس ونخلص من الموضوع ده. يا بنتي لو بلغنا البوليس من غير اي دليل ملهاش اي ثلاثه لازمه. احنا لازم نلاقي الكاميرا الاول. ساعتها بقى الاجهزه المختصه هيعرفوا الحقيقه من البرنامج بتاعي على الهوا. هنعمل حلقه تكسر الدنيا. ازيك يا عزوز؟ ازيك يا عم قرموط؟ كويس اني لقيتك. شايب ايه ده؟ أرنب على الموبايل؟ هتقعد تتاري يا بقى. ما بحبش أشحن الموبايل. طب ولما يفصل شاحن بتعمل إيه؟ بأكله جزر. عايز مني إيه بقى بالصلاة على النبي؟ عايز إيه يا عزوز؟ مش كفاية المصيبة اللي عملتها في الموبايل؟ إيه عملت إيه؟ جوجل اللي أنت منزله لي عايزك تمسحه وتنزل لي جوجل جديد عشان شكله بايظ. ليه بايظ ليه؟ يا ابن الناس أنت مش قايل لي لو أنت عاوز أي حاجة في الدنيا مش لاقيها هات جوجل واكتب في بحث هي تجيبها لك على طول؟ آه. طيب أنا بقالي ثلاث ساعات بقول له فين الجلابية الزيتي؟ بيكتب لي لا توجد معلومات. مش فاهم ايه بقى الموضوع. جوجل ده لو عايز تعرف اي مكان اي عنوان بتاع. والله العظيم. اه يعني ملوش في الجلاليب ولا لا حاجة. ولا ليه جلاليب زيتي ولا بتاع. نهار اسود ده احنا شكلنا كده قدام الخواجه بقى عره قوي يالا. لا والله. طب وبعدين عشان ما حدش يسع. طب بص كده من غير ما حد يهرش اكتب له هنا لقينا الجلابيه. طب حلو بس سريع كده. المستور البرنامج الاكثر جدلا يناقش اهم القضايا. كشف المستور من خلف وضع الآثار اليهودية. حد يجي في التلفزيون ده عشان الولية ديت لا بحبها ولا بحب اسمع صوتها ولا بحب اشوف شكلها. ولية بومة كل شوية بتتكلم عن الآثار وما هي جت الحكومة علينا ومبوظة علينا شغلنا. تعالى اقعد اقفل التلفزيون ده بدل ما نجيبه لكم نصين. انت عارف القرموطة في عصبيته مش عايز حد يضايقنا. مش كل شوية بقى الوان. سيبك بقى من التلفزيون بقى. منسي قلب عليك الدنيا وخلف يحط عليك. يحط على مين هذا؟ عشان الحاجات اللي انت كتبتها يعني على عيلة مرعي. انت عبيط ياد ولا ايه؟ انت ازاي تتجرأ وتقول كلام زي ده لقرموط؟
منسي ده كذاب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسه نيه وغايته انه ما يقدرش يقول الكلام ده الا في ظهري، لكن لا يجرؤ لا يجرؤ يقولها لي وش في وش كده فيس تو فيس. عربوطي يظهر هيقولها فيس تو فيس. اسمع عربوطي، الكلام التافه اللي انت راسمه عندك في بيتك يا تشيلو يا تشيلو، انا بعرفتي والكاميرا اللي انت خدتها يا تدفع قسطها يا تركها، والا قسما بالله قسما بالله قسما بالله امحيك من على وش الارض. الولا العبيط ده كان بيكلم مين؟ كان بيكلمني انا. وانت ازاي تسمح لنفسك لو انت قاعد جنب ارمط انه يجي واحد زي ده يهزقك ويمرمط بكرامتك الارض كده قدام القهوه وانت تبقى ساكت؟ وماله وماله عشان ما تعرنيش وممشي من هنا. على فكره عم ارموتي كان بيكلمك انت. بيكلم مين؟ انت عزوز، عشان ما يحصلش حظر تجول في المنطقه هسالك اخر مره يا عزوز، منسي لما قال حولع بيتك يا ارموتي كان يقصدنا انا؟ ايوه كان يقصدك انت. هتولع دلوقتي المنطقه دي، هتولع دلوقتي وهتشوفوا كلكم منسي اللي عامل السكر المهيمن في المنطقه وهو بيتبهدل من القرموطي. ما دام انتوا عايزينها تولع وانت عايزها تولع اقسم برب العزه هتولع دلوقتي يا عزوز. انما كده هنقعد. هو مشي منين؟ مشي كده. ماشي خد مشي كده. امن بالله عزوز انت عايز تولع المنطقه، ايه رايك بقى ان انا هروح دلوقتي المنسي واقول له ان الكاميرا بتاعتك اتهرست واتفرمت تحت ترميل على العربيه؟ ايه رايك؟ واللي عايز يجي يشوف منسي وهو بيتبهدل يجي ورايا. ما بلاش. هتشوف السكر المهم بتاع المنطقه هيتعمل فيه. بلاش. سيبني بقى. الموضوع كده خلص خلاص يا عزوز. عشان منسي زاد وطغى وكبر. الله 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 الله. ايه في ايه؟ جايين ورايا ليه؟ انتوا عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط ولا انتوا عايزين تشوفوه وهو بيتبهدل؟ يعني عايزين تشوفوا منسي وهو بيتقطع يعني؟ قول لكم اتفقتوا على كده اول مره اشوفكم بتتحدوا على كلمه واحده. سفخس عليكم. هتولع النهارده. لم حاجتك واخلعي دلوقتي يا حاكم علشان المنطقه دي هتقلب حرب كرموز، وسامير قراره جاي ورايا. علشان الولا منسي ده بقى مغرور وبقى محطوط الشرطه وبقى عامل زي الزينه ديكور. هو ده بيت منسي. اه. مش ده بيت منسي برضو؟ اه. ده منسي. ده منسي. لا مش عايز يطلع، هو خايف يطلع يا جماعه. انت بتوحشه. ايه ده؟ يا حول الله، احنا جينا قدام الاستقبال بتاع القصر العيني ولا ايه؟ ايه يا ابني مالك وايه الشبشب اللي تحت؟ انت طالع من الدرس؟ الزار كان عنده حصه شباشب ولا ايه؟ يلا بقى بينا فندان سيبر. مين اللي شلفطك كده يا ابني؟ منسي. منسي مين؟ منسي 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 اللي شلفطك كده؟ حاسس ان داخلين على ايام سودا. يا حول الله الواد بيترعش هيموت يا جماعه. يلا يا جماعه عشان نسيب الواد يموت براحته. يلا سلام عليكم بقى. يلا جبت الكاميرا يا هرموطي؟ نص ساعة وتكون الكاميرا عندك. نعم. خمس دقايق يعني انت هتصور بيها دلوقتي؟ ما فيهاش حاجة. ايه يا فندية في ايه؟ مش عايز انتوا عايزين المنطقة تولع ولا ايه؟ يلا بقى نتكل على الله عشان في زلزال هيضرب المنطقة كلها ولازم الأمن الم... يلا فندية. خمسة ورجع لك. ما انتش عامل فورمة الساحل وعايز تتصور يعني دلوقتي. حلوة قوي الشقة يا غادة. تعبتك معايا. هو أنا عملت حاجة؟ برضه ما بيردش. قلت لك ما تستعجليش وتنزلي البرومو قبل ما نلاقي الكاميرا. ما تشغليش بالك انت، نامي واستريحي وانا هتصرف. وانا هفضل محبوسه في الشقه دي لغايه امتى؟ لا بصي بقى، ده امن مكان ليكي، دول قلبين عليك الدنيا، بعتوا لك ناس على الشقه وسالوا عليكي في القناه. ما تنسيش تقفلي خطك القديم، ولو عوزتي اي حاجه كلميني من الخط اللي انا اشتريته لك. طب وهنعمل ايه برضه في الكاميرا؟ قابليني بكره الساعه 3 في المول. يلا بقى انا لازم امشي، سايبه عمرو لوحده في البيت. خدي بالك من نفسك. انا دماغي باظت خلاص يا عزوز، مش عارف اعمل ايه. خلاص دماغي اتشقلطت اخر شقلطه. انا بقول بقى عشان اخلص من الفيلم الاسود اللي انا فيه ده، انا هروح ادي الكاميرا ديت لمنسي بدل الكاميرا بتاعته ونخلص من المشوار الاسود ده. هي شغاله ولا بايظه؟ هي شغاله بس زي ما تقول فاصله شحن. هي تسوي لها كام الكاميرا دي يا عزوز؟